أسأل الله عز وجل لي ولكم خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهدها. قاعد أتمشى يم المسجد، هذا مسجدي اللي تشوفونه وراي، بهالجو الجميل تبارك الرحمن. اليوم الجو بديع جدا، اللهم لك الحمد. فأذكر كان واحد من الشباب ما شاء الله تبارك الرحمن، يا جماعة والله موفق بشكل مو طبيعي، الله عز وجل وفقه في حفظ القرآن بشكل متقن جدا، ووفقه بالعلم الشرعي، ووفقه بالخشوع بالصلاة وبالبر بالوالدين، شيء ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني تحس الله فاتح له جميع الأمور. فسألت عن سر هذا، قال أنا مدمن لدعاء اللهم اهدني وسددني. هي ثلاث كلمات، اللهم اهدني وسددني. طبعا هذا الدعاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ما تصدقون ايش كثر هالدعاء عجيب، يعني خيالي الصراحة. ليش أقول لكم أن هذا الدعاء عجيب جدا؟ ثلاث كلمات تخيلوا، بس النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون أنت دعاء من جوامع الكلم. أنت لما تقول يا رب اهدني أو اللهم اهدني، يعني يا رب توريني أنت طريق الهداية. فلما تقول وسددني، أنك أنت توصل للهدف هذا الأخير مال طريق الهداية، اللي هو الفردوس الأعلى من الجنة. فأنت لما تقول اللهم اهدني وسددني، ترى يعني صدق هي ثلاث كلمات لكن شاملة لكل خير وعافية ومغفرة ورحمة من الله عز وجل. فيا جماعة والله العظيم أوصيكم بالسجود بين الأذان والإقامة بالثلث الآخر من الليل، قولها شيء من قلبك، ردد هذا الدعاء دائما، اللهم اهدني وسددني. صلى الله عز وجل أن يهدينا ويسددنا. مشكورين.